وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. هذه الحلقات دائما هنا وهناك بنركز على التوحيد، لأن الإنسان يا جماعة إذا مات الإنسان ومات على عقيدة صحيحة، وإن عنده ما عنده من المعاصي ربنا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني مات على خير كثير حتى لو عنده معاصي. مش معناه المعاصي كويسة، لكن دون الشرك، عشان كده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وربنا في سورة طه قال إنه من يأتي ربه مجرما أي مشركا، مش مجرم معناه حرام بتاع قلوب، لا، مجرمين بالآية دي مشرك. ربنا قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا موحد قد عمل الصالحات، ربنا قال فأولئك لهم الدرجات العلى، دول اللي بيمشي لله موحد، وإن عنده ما عنده من الذنوب ده تحت المشيئة. عشان كده ربنا في الحديث القدسي في نهاية الحديث قال لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة، بيغفر لك حتى لو ما غفر لك. مصير الموحد مهما قعد في النار سنين عددا، مصير الموحد يا جماعة يمشي الجنة. عشان كده التوحيد سمح، لما نقول لك التوحيد نحن خايفين عليك وعلى أنفسنا، لأنه هذا التوحيد يا جماعة ربنا خاطب الأنبياء وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له ولقد أوحي إليك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا ما خلاه، فكيف أنت وأنا؟ بل ربنا جاب 18 نبي قال ولو أشركوا أي هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنه أنبياء والأنبياء معصومين، مع ذلك ربنا حذرهم عشان ما تقول لي أنت وأنا، دي الأنبياء دي سادة الخلق، ربنا ما خلاهم مع أنهم معصومين، مع ذلك ربنا حذرهم. لقمان الحكيم ولده كان مشرك؟ ما كان مشرك، قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاليوم نجي نواعي حال البلد هنا، حتى لو كنت موحد ما في ذول موحد زي الأنبياء ولا الصحابة. صحابة كما جاء في الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم، ويكون موجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، ورينا. قال الإشراك بالله. ما قالوا لي يا رسول الله نحن موحدين، لا لا والموضوع ده ما ياهو، حيث اللي ينفق واحد يعمل فيها أنصار سنة يا أخي نحن عارفين موحدين وتمشي للصوفية، تمام واحد للزع. عشان كده التوحيد هو حق الله للعبيد، والزول المشرك دائما ما نقول الزول اللي بينادي غير الله ولو حتى بيتنادي الأنبياء، أنت عدو يا الله، أفهم الكلام ده، عدو يا الله، ما عدو للإمام البخاري ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الإمام أحمد، ولا عدو للإمام محمد عبد الوهاب، عدو يا الله الخلقك، عدو يا الله وعدو للرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول لك دي وهابية، ما في حاجة وهابية ولا في أنصار سنة ولا في صوفية، في كتاب وسنة على فهم سلف الأمة بس. ربنا قال هو سماكم المسلمين، ما كفاية تقبى مسلم وتقبى ماري، مش مسلم بتاع السودان دي كلك حلو، لا لا مسلم سلف،
أما مسلم بتاع السودان دي ما بتخارج لأنه دي مسلم شبه ما لخبطة مو مسلم وبنادي غير الله في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي دي جابوها منو جابوها منو صوفية بالبلد دي ما جابوها ناس بوش جابوها صوفية وقلت الصوفية دخلوا الدين ودي خيابة يا خلي الشريك كونه تنادي لك لي راجل بيخش الدبلوزي وبطنه بيدوجعوا الحقوني بطنه بيدوجعوا تناديوا يا خيابة يا لو وطن كان في رجل بيستحق الدعاء لدعونا سيد الرجال عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيه صوفي لكن مع ذلك انت لو دعيت سيد الأولياء انت برضو ده الشرك وانت بهيمة لما نقول لك انت بهيمة ما دعي لي كده الله قال بهيمة مش نحن ربنا قال ذو البلاد غيري ده بهيمة بل البهيمة خير منه ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من دون الله الأنبياء داخلين والصالحين والطالحين حرام القلوب تلب كل من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ربنا قال وإذا حشر الناس كلام دي يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين البرع بيكفر بيك حتى لو دعيته بيكفر بيك برع ذاته بيقول بناديهن في كل قضية بناديهن البرع ذاته بنادي الرجال برع ذاته بنادي الرجال انت تنادي البرع دي بحلوها كيف برع ذات بنادي الرجال وبنادي النسوان كمان في مصر المؤمنة نادى النسوان وهذا بتاع الأخ المسلم ده اسمه عصام أحمد البشير على المنبر يوم الجمعة يمدح في البرع على المنبر ناس كتار فوق تحت مسجد فوق وتحت مليان ناس كذا كتار وده بيخش في الآية ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كيف عصام أحمد البشير بتقول ولقد عفض شيخنا البرعي في قصيدته مصر المؤمنة لقد ذكر الصالحين والصالحات كذبت يا عصام أحمد البشير وتوب ارجع يا أخي الرسول قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز عمرك كم حس؟ عمرك لو 55 سنة أنت طلعت الكبري قربت للدار الآخرة قربت للدار الآخرة لأنه ظل يمكن يموت في عمر 10 سنة بموت 20 بموت والذلالة بموت لكن قدر ما نطيت كم 40 وكم 50 أحد يقرارك صلعة ما حد عيش كثير ثاني حتى لو حصلت 100 سنة من 70 بتشوف طشاش لو عندك عربيه اخر موديل ولا اذا بقول لك يا ابوي خليك جلابي وتركب بجاي بس انا بسوق العربيه لانه انت الشبه شنو النظر شنو شبه اركب بجاي لانه خلاص كبر ده العربيه جبتها انت صح لكن اكلك الدودو خلاص موضوعك انتهى فلا بد تفهم انت من حضرت العمر ده تتوب وترجع دي الناس الضالين ديل بيضلوا في الأمة عصام أحمد البشير عبد الحي يوسف واحد يبقى قال عبد الحي يوسف ده عالم الحي يوسف يكفر حكام المسلمين عنده كتاب اسمه الاستبداد السياسي وقال إسماعيل محمد اللمين إسماعيل ده كلهم مبتدعة ضلال والكلام ده ما كلامي أنا المسكين اللي قدامك ده كلام أهل العلم أهل العلم شيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله قال أنصار السنة تديرها السرورية في البلد دي عشان كذب زكوا الصوفية خلوا المنهج التوحيد خلوا التوحيد توحيد هو حق الله للعبيد فالأنبياء كلهم ضربوا في هذه المسألة ضربوه ليه الرسول لم ضربوه لا إبراهيم عليه السلام شالوا يدعوه في النار ليه تبقى تسأل نفسك أذن نفسك بقيت أنصار سنة أخو مسلم أذن نفسك ليه الرجل الصالح ربنا قال وجاء
من أقصى المدينة رجل يدعى في النهاية في نهاية الآيات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دخلون قتلوا حتى معاه ملكة دبرو. جريمته شنو؟ جريمته شنو؟ قال للناس اعبدوا الله واتبعوا المرسلين دين. في النهاية قتلوا حتى أمعوا ملكة دبرو. فنحن والله نسأل الله نموت في هذا التوحيد حتى لو أمعانا ملكة دبرنا نموت. تسأل الله نموت هذا في التوحيد. فالزور المسلم يسأل الله إنه لو قمت في هذا التوحيد. لأنه في ناس يموتوا في حفلات ولا ما في؟ في ناس يموتوا في حفلات في النادي في الحديقة تلقى معانا القلعة البرنسيسة حمادة بيت طق في الدبور بيجي المقابر. قال لي كده يا اخي بلاد بموت يا اخي والبلد دي حدي ضيعونا فرين البلد دي. وانا اختم البلد دي حدي تلقى في نفرين تلقاهم في الحفلات وفي الركشات. قول الشيخ ده كذاب امرك من الباب ده من هنا. تلقاهم في الحفلات وفي الركشات واحد شيخ واحد فنان. شفت الحفله والركشه يا عبد الرحيم البرعي يا الحوت ما بتجلي. شفت النفرين ديل يا الحوت يا البرعي. وذاك ذاته صوفي برضه الحوت برضه صوفي. ما يقول لك مشيت جبال نوبة قبض طليظة في طبيعة بتاع شنو؟ ها؟ قال في عز الليل دي ما بد قبض له شنو غنماية؟ والناس يقول اه حوت حوت بتاع شنو ما في حد ما حوت. ها؟ فدي البلد دي رفعون جماعة الإخوان المسلمين كان البرعي كان الحوت وكله اهتبى والحوت آخر الزمان أريد لو بقى على الغنى. صوفيا قالوا له أنت ماشي الجنة لا إله إلا الله محمود ولي الله بالله جنة دي حاجة العبود يا جنة دي بتخش أنت واحد على التوحيد. فيا عبد الله والله غير نصيحتي لنفسي ولإخواني المسلمين إنه الزول يكون في التوحيد ده رأس مالك تكون نجيط تكون نجيط. خليك راجل ذكر راي التوحيد ده رجالة ساي. خليك دي رجالة ساي كونك رايد تختلك تاخذ تجي تحت طاقتك لراجل يا شيخ انا جد من بعيد والمره ما ابتلت. انت ما رايل خايب؟ شيخ عنده مجمع بتاع شفع؟ يديك من وين يا يديك من وين؟ ده في البلد دي واحد تلقاه بروف يجي للشيخ يا شيخ وا 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 والاولاد ما نجحوا. الشيخ مدير التربيه والتعليم عشان كده البلد دي ودايين جوا كلامنا ما في الاغاليم. امش حمد النيل وامش نضوم بان وامش وين؟ شارك والله شارك ابو لهب ذاته لو شافه يطرش ابو لهب ذاته ابو لهب ذاته لو جاب البلد دي يطرش عديل لانه شرك عفن شرك عفن. ده كله الصوفيه وساعدوهم جماعه الاخوان المسلمين حتى انتهرت سنه ذات حتى انتهرت سنه ذات بيشكروا في الصوفيه. والله ربنا بيسالكم فتوبوا الى الله جميعا ينصار السنه توبوا بلغوا دعوه الله دبال بلغوا دعوه الله. ما تقولوا ان احنا والصوفيه وما بنرضى في الصوفيه والصوفيه ما برضوا فينا ولا على الاخوان المسلمين. ده زي ما قال فرفور كلك حلو كلك حلو في الدين ما بتنفع كلك حلو في الدين ما بتنفع. ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فيا عبد الله والله وانا اختم بهذا الحديث لانه في مشايخ من بعدي والله عندما تموت انت ولا انا يدفنوك في البنداري دفنوك في الصحافة بيجاي دفنوك في اللبيط دفنوك في السعودية دفنوك في امريكا بيجوك ملائكة بينهاروك بيقولوا لك قبيلتك شنو؟ انت يا دول دنقلاوي تجعلي فوراوي تقول له شغل سوداني واخليك سوداني بيسألوك من التوحيد ما ربك بيدوك نهر لما انت تستغرب. بعدين الملائكة هناك ما بفرزوا حتى في الحلقة دي تلقى واحد ما شاء الله بيروف واحد على التالي واحد بيبيع طماطم واحد عنده ركشة واحد بتهايز والشغل ما حرام. كونه تكون الإمام تكون على التالي الإمام أحمد ثبت عنه قال كان على التالي. لكن العيب إنك تكون دكتور وتكون دلوك تدعو غير الله دلوك ده وبعدين ما بخارجك هناك الملائكة ما بيجوك بالراحة يا دكتور عصام لو سمحت من ربك لا 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 وجي لواحد عتالي هنا في السوق المحلي يا عتالي العتالي والمهندس هناك كلنا واحد هناك بفرقنا التوحيد بس انت موحد لو كنت عتالي انت ابشر بالخير. لو كنت كبير الجراحين مش في الخرطوم في العالم كله ما شاء الله جراح كبير جراح كبير العمليات دي طق 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 تنتهي منها
لكن قاعد عقيدة حالتك متأخرة والله حتعرف حاجة، والله حتعرف حاجة. لأن هناك الملائكة بينهروا حتى هنا في السودان. نحن زي ما قلت لك العتال والبروف ما واحد، حتى لو اتحداك كلنا نمشي على نمشي مناسبة في الصحافة في مايو في الحاجوز في أي مكان يكون معانا بروف كبيرة الجراحين بيخطوا معانا. نحن يا بروف اقعد بجاي وجيبوا له لحم وما عارف والدكتور ده شايفه ده شنو، يجي واحد يا دكتور خنقت انت مالك وماله خنق ولا ما خنق، والله العتالي لو خنق اللي قدرت ندلهم دور يجيب خبره ما في، الحقوني دور يجيب خبره ما في، لانه عتالي يمكن يكون عند الله احسن منه يكون كلنا، لانه عنده عقيده. فالتوحيد يا جماعه هو حق الله على العبيد، فنظر الله ان يميتنا على التوحيد.